سيد آدم، لو فرضا حيجي الخلاص وحيكون عن طريق طوفان كبير كبير يغرق كل هذا العالم، وانت رح تكون جواتك روح سيدنا نوح مثلا، او انت هلا سيد سبهان، شلون مين رح تاخذ معك بالزورق اللي حينقذ الشغلات؟ شو حتحط معك شغلات؟ شو بتتخيل؟ شو نوع الحيوانات؟ شو اللوحات؟ شو سأنقذ نفسي يعني. ومين معك كمان؟ إذا جدي يطلع بالزورق بتخليني أركب معك؟ تعرفي في شيء مو معقول بالحياة، يعني في قصص، يعني عم يحكوا لك قصص أطفال وبيقنعونا إنه هاي قصص أطفال هي هيك يعني، وهي مشكلة عويصة. بيتحجر الدماغ إنه بيرجع إلى أن يكون في السفح، أن يكون يصير بالسهل يعني. فنعتبر يعني كثير من القصص هاي يعني مش موضوع هو إيمان مطلق أو عدم إيمان، مش هو هيك يعني. أنا رجل يعني مؤمن بس بطريقة يعني مختلفة، ما أحب الوسائط بيني وبين الله يعني. والله نعتبره هو طاقة غيبية يعني موجودة، بس الوسطاء يعني ضد، يعني كما يقول ابن عربي: دعيت لله فلم استجب لي فتركت الدعاء جانبا وذهبت إلى الله مباشرة، أي إلغاء الوسائط. والغريب أنه في أشخاص يعني يذهبوا إلى أماكن مثل الأولياء، يعني بيحطوا تبرعات أو بيصلوا هناك أو بيسوي دعوات، مع أنه هو يكون مختفي عن الحياة صار له شيء 1000 سنة. وأنا أكون يعني لا جاب اللون بيتزا ولا جاب اللون خضرة من سوق الهائل من زبرطاني ولا عالج ابنه ويبعثوا له دعوات والتشكرات، وأنا الذي أدفع كلفة باهظة حمال الأسية أو حاملا على ظهري جبالا من الهم والغم، لا حد يرسل لي عبر الواتساب شكرا مسيو آدم. واو، فهذا من الغرائب والعشائر. هذا من الغرائب والعشائر، يعني حضرتك بتساعد ناس وما بيجيك شكر من بعدها حتى؟ ما أدخل بها تفاصيل يعني بسيطة، بس واضحة كلام، واضح جدا الكلام يعني. هذا شيء غريب يعني، غريب لا يصدق عقل. هلا شو بيبدي إمام أبو تشوشو وأمو تشوشو؟ يعني ما لهم بالمعادلة، هدول مختفين صاروا 2000 سنة يعني. بعدين موزعين منه نسخ، يعني في نسخة بكولكتا، في نسخة في شوارع دمشق القديمة أو قريبا من بلاد الرافدين أو في المنوفية في مصر المحروسة. غريب. رحت على العراق شي مرة؟ أنا والدة عراقية الأصل. واو. من الموصل، وهي لم ترى أهلها مدة 30 عاما، وأنا قدوتي ومدرستي هي والدتي، أولا بصلابتها بقوتها وبحنانها وبصمتها أو بحكمتها العظيمة. وأنا تعلمت من والدتي درسا عظيما، كانت تقول لي: هذا كأس الماء، إن بقي هذه الكأس لن تتحرك. يعني إذا أنا ما مسكته هون جبت من هون لهون ما رح تحرك. هذه مدرسة كبرى، يعني المعنى أنه بالحياة الحركة بركة، أنت بدك تصنع الأشياء من الصفر بالتعب إلى الشغف، بسهر الليالي وسهد الليالي، بالجرأة بالإقدام. فأنا يعني بدرس مثلا في مقهى مع ناس غرباء أول مرة، أنا أتحدث بلغة كما أتحدث فيها مع نفسي، أتحدث معهم يعني، إذا ما عندي لغتين يعني. أنا خرجت على الملأ أمام ملياري شخص ألماني بتحدث نفس لغتي يعني، يعني ما بخاف من المجتمع ولا عندي وجل حتى أعبر أو أغير بكلماتي أو أشيائي. طبعا إذا إن أتيح لي هذا المنبرة أو أنا أتحدث يعني، وإن لم يتح لي فأنا أتحدث هاي لغتي يعني. يعني ما في شيء يستدعي أن نغير أو نزور أو نلبس حجابا أو نقابا، ليس هذا الأمر. شو
اسم والدتك؟ اسمها هدلة وابنتي اسمها هدلة وعندي ابنها اسمها شهيناز كمان. اثنين النساء نحن هيك. ايش قديش وجود المرأة حلو بحياتك كان؟ المرأة رحمة، المرأة ما في شك. عندي اخوات نبيلات وجميلات، بحب المرأة أنا. وجودهم يخفف يعني أزمة العالم أو هذه الحقنة التي تخدر العالم وتعطيه نوع من الهدوء أو السامبل بساطة الوداعة. تعتبر المرأة وديعة؟ هلا وديعة بس إن كانت يعني واحد يعني يجرحها وتعرضت لاضطهاد بصير يعني مدمرة كالزلزال أو البركان. بعض كل النساء يعني يحملوا الصيغتين وأنا أخاف أن من زلزالهم وبراكينهم، قاسية جدا جدا جدا. مع أنه في مرة تمنيت أنت أنه يحكموا العالم نساء، يحكموا ينبسط فيهم يعني، لأنه يعني أظن أنه إذا حكموا يعني الكرة الأرضية كاملة يعني ما في شك أنه ما في حروب، يعني ما في شك بيرجعوا الرجال إلى شؤون الطبخ. أنا أشطر الرجال بالطبخ أصلاً، بالطبخ والتنظيف البيت، يعني يحدث العالم هيك. سيكون العالم جميلاً وسوياً يعني، وستختفي ما في شك هاي الصراعات، العالم سيتطور يعني بقوة. وعلا العالم بيتطور إذا حكمته المرأة طبعاً. ليش كانوا قبل آلهة كلاتهم نساء؟ يعني قبل الأديان وقبل كل شيء دائما كنا نقرأ عن آلهة نساء، إلهة الخصب وإلهة الطبيعة. يعني كان الرجال يفهموا في ذلك الزمن الذكور يعني، وكان حتى اسم الولد يتبع للأم مو للأب. هل تلاقي غلط يعني؟ يعني جميل إنه سمعنا بفرتيتي، سمعنا بزنوبيا تبع تدمر مثلا أو سبا، بس أعداد محدودة يعني كانوا اللي توفر أكثر يعني. هلا ظهر مارغريتاشار ميركل بغض النظر عن كذا، بس إنه جيد يعني، جميل كان يعني. أندرا غاندي ونازيل بوتو، بس ما يتقارنوا بعظماء النساء. ما بتحسون هلا الجديد النسوان اللي بيطلعون للحكم ما بيكونوا بنفس القوة تبع كليوباترا مثلا؟ يعني هلا ما في شيء، نحن بننزل من المنزل الى القهوه عندي صباح يعني برسم، يعني عايش هيك يعني. هلا اليوم مثلا بشعر انه الجو خريف، انا بحب جو الخريف كثير يعني، الاوراق مساقطه يعني هيك الجو بحبه هذا كثير يعني، في نوع احساس الغربه يعني بحب هالشيء هذا او الفقد يعني. يعني هو مهيض بذكريات يعني جميله يعني قديمه، ايام الطفوله، ربما أيام كيف نضع البندورة على الأسطح الطينية بدون ما بشتريها من المحلات تبع الكونسيرو. يعني نحن بندوس على البندورة بأقدامنا بنشرع على الصيف، يعني بحب هيك، بحب المدوس الجبن البلدي. يعني عندي ذكريات جميلة، يعني نحن عشنا في ذكريات قروية رائعة يعني، يعني أولاد ضياع نحن. أو المخلل تبع الخس أو القطة مثلا، أو الأغاني الجميلة يعني العراقية أو الأغاني اللبنانية، يعني جميل.